اهلا بيكي. اهلا استاذ وائل، مساء الخير. مساء الخير، اهلا بيكي حبيبتي. تفضل. احلام معانا. انت كمان دايما تمتدحي انغام، بتحبي طبعاً. انغام جدا، طبعا وجت في الوقت، جت في الوقت المناسب، واحنا بنتكلم عن الجمال في مواجهة القبح، وعن كيف طبعاً. يمكن ان ننقي الفن من القبح يعني. ف أنغام أحلام معانا، وهي الحقيقة امتدحتك كثيرا، وبتتكلم عن الفن النقي الهادف، وأهمية إن احنا ننقي الغنى مما يلوثه يعني. والله يا أستاذ وائل، خليني في البداية بعد إذنك بس أقولها إن الحمد لله على سلامتها، وإنها حبيبتي منورة مصر حبيبتي، ومنورة شاشة دريم، و سلامي. وهتنوري بكرة إن شاء الله، والحفلة إن شاء الله هتبقى حفلة ناجحة جدا بإذن الله. أنا متوقعة كده، لأنه التركيبة اللي معمولة الحقيقة غير متوقعة، وأنا اتفرجت شوية على فيديوهات البروفات، وبتمنى لك التوفيق يا حبيبتي. يا حبيبتي يا أنغام. يعني أنا خليني يعني بالنيابة عن كل الناس أقول لك شكرا إن جاية تعملي عمل خيري محترم زي ده، وعمل فني الحقيقة. ميرسي جدا ليكي احلام، ومش غريب عليكي، انت ست جميله وراقيه وجدعه، واحنا بنحبك جدا، وانا شخصيا انت عارفه انا بحبك قد ايه. اكيد يا حبيبتي يا انغام. وبخصوص سؤال حضرتك يا استاذ، يعني هل الفن يعني يحتاج لعمليه فرز قبيله الصوت الحلو، او قبيله الفن وقبيله اللافن، او دخلاء الفن يعني؟ هل شايفه انه في هناك ما يقدم باسم الغنى وهو لا علاقه له بالغناء او الفن؟ والله يا استاذ وائل، اللي هو الحقيقه طول عمرنا في كده، يعني طول السنين اللي فاتت، او كل العصور اللي فاتت اللي عدت علينا وعدت على الفن، كنا دايما بنشوف النوعيات دي موجوده، بس كان بيبقى قصادها في كثافه وفي زخم كبير جدا من الفن الراقي، وفنانين عددهم كبير وحجمهم كبير بيقدموا فن راقي في كل المجالات بقى، غنى، سينما، مسرح. هو الحقيقه ان في خلل حاصل في الميزان دلوقتي، صحيح. انه الكفتين مش قد بعض يعني، او يعني في كفه احتمال تبقى راجحه، وطبعا احنا ما نتمناش ده، فاحنا عايزين الكفه الارجح هي الفن الراقي، لان ده هيفضل موجود طول عمره. ده يعني دي سنة الحياة، ان في قبح وفي جمال، بس صحيح. احنا عايزين الجمال هو اللي يتسيد وهو اللي يسود، احنا نتمنى ان كل طبعا والجيد يطرد الرديء ان شاء صحيح. الله بدون يعني بدون ما نعمل حروب او نحط عقاب او انا ده رأيي الشخصي، مع احترامي لكل الكلام اللي بيتقال طبعا، بس رأيي انه احنا هنحارب ده بشكل غير مباشر، ان احنا هنزق الحلو اللي قدام، صحيح. هنكثف إذاعة الأغاني الحلوة، هنكثف صحيح. ظهور المواهب الجديدة، هو ده اللي لازم يحصل. وده اللي من شوية كنت بقوله يا أنغام حبيبتي، فضل. كنت بقول الناس دي المفروض لا تتكرم ولا تتعرض أغانيها ولا يكون لها أي وجود، علشان هي بقى تنتهي لوحدها، لأن هي لا عندها حفلات، ما عندها شغل، ما عندها أي حاجة. فنحاربه زي ما بتقولي انت بالحاجه الحلوه، بالايجابيه. الايجابيه انه الاعمال الحلوه اللي زي اعمالك انت مثلا تدعم وتتعرض وتطلع وتبقى الاولى، والحاجات الثانيه دي تتركن. هو هيفضل طول الوقت في محاولات منهم، اكيد يعني هيفضل طول الوقت في محاولات، لانه ده شكل من اشكال يعني الدنيا، هي دنيا، عشان كده هي اسمها دنيا. اسمها دنيا، صحيح. أنغام بتوجه لك